مريم بتدخل الزراعات، الولد بقابلها. ما قالت لي روح اقول لابوي شغل عيال. الولد لما وجهه للاتهام قال لك يا فندم انا ماليش دعوه. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فعلها لن تفيده، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة الدقهلية، قرية اسمها قرية نوسة الغيط. ما فيش شك إن ولادنا في مرحلة المراهقة لازم كل أب وأم يخلي باله من ابنه أو بنته، وبالذات يا جماعة في ظل وجود موبايلات وأجهزة تكنولوجية في إيدين ولادنا، خلاهم دلوقتي في مرحلة من النوع من الهياج العاطفي دايما. يعني تلقى البنت في مرحلة المراهقة بتشوفي على الموبايل، الولد في مرحلة المراهقة بيشوف ايه على الموبايل. شيء طبيعي، دي مرحلة سنية عمرية فارقة في حياة ولادنا. البنت بتبقى في حالة من الإثارة، والولد في محال حالة من الإثارة الجامدة كمان. فشيء طبيعي الموبايل يخليه يدخل على اي موقع يتفرج. فتلقى اولادنا على طول، وانتوا تلاحظوا كمان لما تلقوا تجمعات وتلقى الشاب ماسك الموبايل وتلات اربع جنبيه وكلهم حاطين راسهم كده، مش بيتفرجوا على دروس في منصة التربية والتعليم، ولا بيتفرجوا على هدف لمحمد صلاح. دول بيجتمعوا عشان بيشوفوا مقاطع فيديو ساخن. لازم نخلي بالنا، الجريمة دي جرس انذار للأسرة المصرية. ايه اللي حصل؟ شاب اسمه يسري عنده 17 سنة، تانية سنة، بيطلع من المدرسة بتاعته، في بنت في نفس المنطقة دي في مدرسة برضو عندها 16 سنة، هو 17 مرحلة مراهقة وهي 16 مراهقة. ابتدوا ان هما بيبصوا لبعض، العيال الشباب: يا يوسف البنت عايزاك بتبص لك، اديها رقم الموبايل، اتجرأ يا واد. وهي البنت بتمشي بتروح في القرية الوحدية، فجي جنبيها وراح عطاها الرقم. البنت خدت الرقم. احنا بنتكلم في قرية مش في مدينة، في قرية مش في مدينة. الموبايلات، وابتدى يكلمها في الموبايل، وابتدى تكلمه في الموبايل، وهما الاتنين بقى بيدوا لبعضهم مواعيد، يروحوا المدرسة مع بعض يرجعوا المدرسة مع بعض، ومحدش واخد باله. مش بيمشوا جنب بعضيهم، ده هو يمشي يبصلها وهي تمشي تبصله، وضحكة وهد. الولد كلمها وقال لها عايز اشوفك. لا ما اقدرش حد يشوفني، يقول لابويا. لا ما تخافيش، لا لا يشوفونا والله. قال لها طيب مش واحنا مروحين في غيط؟ قالت له ايوه، الغيطان ما كتير. قال لها انا هكون ماشي قصادك، اعملي نفسك ان انت ماشيه جنب الغيط وادخلي جوه الغيط، اكنك يعني ايه بتختصر الطريق. امشي في وسط الزراعات، ما تمشيش من على الزراعيه، امشي في وسط الزراعات علشان تمشي توصلي اسرع، واجاب لك في وسط الغطاء. طبعا بقى زراعات القصب، زراعات الذرة الشامية، اي زراعات، المهم ان هو يعرف يقابلها. مريم بتدخل الزراعات، الولد بيقابلها. خلي بالكم الزراعات دي سواء كانت ذرة شامية ولا قصب بتخفي، ما حدش بيشوف حد، زراعات عالية ودي ارض زراعية، وفي الساعة 2 الظهر، يعني حتى الفلاح اللي بيروح بعد الظهر بيروح، لانه بيكون من الساعه بعد الفجر بيروح الغيط، على الظهر بيكون خلص وواخد اكل الساعيه ومروح، اكل المواشي يعني عفوا. فالغيط فاضي. المهم في وسط الغيط ده الواد كان بيقابل البنت. شيء طبيعي
يمسكتها؟ لا مش كده. المهم طبعا اول مره مسكتها وبعد كده حضنها، البت اتجرأت، الواد اتجرأ لغايه ما حصل شيء طبيعي. ولد وبنت كل مره بيجربوا اساره جديده من اول لمسه الايد لغايه الحضن، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الولد جرتها من ملابسها واقام معها علاقه كامله ادت الى فقد غشاء بكرته. احنا بنتكلم على طالب عنده 17 سنة وبنت عندها 16 سنة في وسط زراعات في قرية اسمها قرية نوس الغيط. البنت روحت لامها ولابوها، ملكة بنت متبهدلة لا كده، راحت قالت لامها ده في واحد يا ماما عمل معايا كذا وكذا. مين ده يا بنت؟ قالت لهم واحد اسمه يسري. ابن مين ده؟ قالت لهم ده ابن فلان الفلان. الاب خد بنته منيتها، وده برضه راجل عاقل ما تهورش ولا ذبح بنت ولا خدها من ايدها وراح طلع على مركز الشرطه قدم بلاغ في الشاب ده اللي عنده في نظر القانون طفل، ودي نقطه في صالح الواد ونقطه في صالح البنت، يعني لان هو هيتعامل كطفل وهي هتعامل كطفل. تم القبض على يسري. تعالى يا يسري، عيل صغير تاني يا سلام، قال انا بحبها. بتحب مين يا ابني؟ بحب ماري. انت عارف ان هي بتشتكيك بايه؟ قال ايو. ما جات لي اروح اقول لابوي. شغل عيال. الواد بعد ما عمل مع البنت كده قال لي انت عملته ده، والله العظيم اروح اقول لامي. روح اقول لامك يا روح امك. يعني شغل عيال. هو يعني هو كان خلعك بالعافيه؟ يعني هو كان عمل معاك العلاقه دي بالعافيه؟ انا اروح اقول لامي، انا اروح اقول لامي. قال لي اروح اقول لامك. فشيء طبيعي لما المركز بعت له الواد جاي. قال ايو. انا كنت بحبه يا ابني. انت عارف يا ابني؟ قال لهم ايوه، ما هي كنا بنتقابل في الزراعات. وعملت معاها ايه؟ قال انا ما ضربتهاش، ده هي عملنا كده انا وهي عشان كنا بنحب بعض. بص للبنت، يا بنت؟ قالت ايوه انا كنت بحبه. انت بتتجوزوا كيف؟ هو 17 وهي 16 سنه. خلي بالكم لما الموبايل ما كناش وصلنا لكده. الموبايلات في ايدين بناتنا كارثه، والموبايلات في ايدين ولادنا في سن المراهقة كارثة. ودي النتيجة، طفلين، طفلة عندها 16 سنة وطفلة عنده 17 سنة. طب يتجوزوا كيف دول؟ ما ينفعش يتجوزوا. الواد لما وجهوا له الاتهام قال لك يا فندم انا ماليش دعوة، هي كانت موافقة وانا كنت موافق. ما نقدرش نقول له بقى هنا التغرير بطفلة وضحك، ما ينفعش، لان هو اصلا كمان طفل. انتوا عارفين لو هو كبير كان قطع رقبه. يعني ايوه نعم برضاها وهي موافقه وهي اللي كانت مبسوطه وهي لقيت له انا عايزه كده، يقول لك لا دي طفله غير مسؤوله عن تصرفاتها، لكن انت كبير مسؤول عن تصرفاتك، ويتم محاسبته قانونا بيكون عقوبه غليظه. لكن المره دي هما الاثنين اطفال. اطفال. طب يعني وهم الان في انتظار العرض على النيابه. لكن هل ده هيسجن؟ هيروح احداث، بس يروح احداث لو كان اغتصبها. لكن تكن برضاها، لان البنت قالت كان بيحب، كنت بحبه. والواد يقول لك هي قالت لي، قالت لك ايه؟ قالت لي اروح اقول لامي، انت اللي عملته ده انا اروح اقول لامي. اما انت اروح اقول لامي؟ ده كويس ما قالهاش انا اروح اقول لابوي، انت ضحكت عليا وخليتني عملت اللي تدا. شغل اطفال، اروح اقول لامي. في وسط لغته اروح اقول لامي. خلعت هدومك اروح اقول لامي. هو يا اختي انت فاكره؟ ادي اللي بيحصل للاسف. وقيس على كده بقى اللي بيحصل كمان بين الكبار بسبب ايه؟ بتبقى متزوجه وبتعمل علاقه بسبب اتعرفت على شاب من الموبايل. بتبقى مطلقه وبتعمل علاقه لانها اتعرفت على شاب من الموبايل. بتبقى جوزها مسافر وبتعمل علاقه لانها اتعرفت على واحد من الموبايل. الموبايل للاسف لو عدينا عدد حالات الطلاق هتكون بسبب الخيانات بسبب الموبايلات. لكن انا اقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.